ونروح لدبي، فبعد تكريمه من السفارة اللبنانية عن مشواره الفني الحافل بالنجاحات وفي ليلة استثنائية ضمن أجواء مستوحاة من تاريخ السلاطين، جدد النجم وليد توفيق لقائه مع جمهوره الإماراتي بقصر السلطانة من خلال حفله اللي حضره الكثير من محبيه. أنا اليوم كتير مبسوط أني أكون بدبي، وفرصة أني كمان عايد الشعب الإماراتي بعيد الوطني، وأنا بمكان اسمه قصر السلطان. ولما قبلت أني أقيم هذا المهرجان مع أخي عابدين نصر الله أبو طلال، الكل قال لي وين رايح على الصحراء؟ قلت لهم الصحراء بدبي مش صحراء، صارت جنة. أهلاً كلكم جميعا بفندق قصر السلطان، وفي زقفة لفندق قصر السلطان مكان الروعة. واليوم أكبر إثبات الحفل، الحمد لله حفل ناجح، وإن شاء الله بيكون اللي جاي أنجح وأنجح إن شاء الله. في ذكرى وفاة المرحوم مرحم بركات شفنا بوست كتير مؤثر على السوشيال ميديا، بدنا نسترجع شوية ذكريات. شو أكثر شيء بيذكرك بالمرحوم؟ قولك اليوم على المسرح طول عمري أنا، بتعرفي من يوم ما غنيت أبوك مينا صبية ومغرم بعيونك ألحانه، وين ما بروح على طول بغنيهم بتذكر ملحم. جانب انا بحب اسمع ملحم يعني. يلا شي جديدنا، الدنيا ماشيه، اغانينا هلا. انا عارف ناخذك السؤال ولا بعدين نشوف هالوجه الحلو هذا. قولي اللي بدك اياه، عملت سكوب لك انا هذا هلا. بعد هلا عملت سكوب ثاني بقوم بمشي هلا. طيب اوكي، وهذا سكوب كمان. أغنية جديدة مع سلطان الطرب جورج واسوف، وكثير متحمسين انه نعرف التفاصيل، خصوصا انك عم بتقول انه حتكون مفاجأة الموسم. هي ما في شك، بتعرفي صديقي جورج دائما الناس بتنتظر منه يقول اشياء مختلفة عن الباقيين، وانا قبل هلا عملت له اغنيه اسمها دار الزمان، بس لهلا ما نزلها مثل عادته. يلا كله بيجي كله بيجي والوسوف ان شاء الله بدل طول عمره والكل بيروح. تفضل. لكن هي اغنيه يا عمر لها قصه، اني كنت عاملها لي انا، وكنت باستديو عم اسجل دار الزمان، وسمع بالعود مني فقال لي بدي اياها، فقلنا له خلص مبروك عليك، تسجلت هلا وان شاء الله عم يحط صوته، المفروض قريبا تسمعوه باذن الله.